اللهم يا حنان يا منان، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن ترزقنا كلمة الحق في الرضا والغضب، والإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، وأن ترزقنا نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في خير ولطف وعافية يا أرحم الراحمين. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم في كل وقت وحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.